مصر التي لا نعرفها. النهارده فين يا دكتور الدوشي؟ احنا ما بين السد العالي وما بين خزان اسوان، منطقه هي من الجنه بما فيها من جمال مع من نحب، مع الدكتور خالد يوسف. النهارده يعني كان يوم بصراحه جميل مع اخويا الدكتور الدوشي، وهو طبعا صاحب مبادره مصر التي لا نعرفها، والمبادرة بتلف مصر كلها في أماكن كتير مننا ما شافهاش، والنهاردة بنستكشف منطقة ما بين الخزان وما بين السد العالي، والنهاردة احنا مع بعض وهيكلمكم أخويا الدكتور الدوشي على الجزئية دي. قبل أن ينشأ السد العالي أنشأ خزان أسوان وكان يحتوي الماء خلفه، فهنا تاريخ وحضارة وقلوب بيضاء من الناس، مجموعة من الأحجار الجرانيتية، من النباتات ومن الماء العذب الذي ينسال، جزء من تاريخ مصر يجب أن يزار. الشرف العظيم لي أن تكون هذه الزيارة مع أخي وصديقي الدكتور خالد يوسف أبو الفضل. بالعكس، أنا يعني من زمان بحب المبادرة اللي عملها أخويا الدوشي، وحابب أني أكون جزء منها ونساعده فيها، وياريت كلنا ندعم المبادرة دي لأنها بصراحة مبادرة جميلة، وبنلف مصر. مصر فيها أماكن فعلا جميلة وأماكن رائعة تضاهي الأماكن اللي في العالم كله بالعكس، وممكن تكون أفضل. شكرا دكتور خالد.